ازاي نزيل علامة الاي دي والمسح، وازاي نزيل ديت ونفرغ تماما ما عدا كلمة التوحيد ونغير الفونت بتاعها. يبقى هنشيل دي ازاي، وهنشيل دي ازاي، وهنشيل دي ازاي، وهنشيل الكلام ده ازاي. يبقى كليك اليمين ديزاين فيو، كل الكلام ده بيتشال عادي خالص عن طريق زرار ديليت اللي موجود عندك على الكيبورد. كل ده بيتشال عادي تماما، هيبقى فقط ايه الكلمة اللي هي الموجودة في الجدول. تعال نشوف ايه اللي حصل. يبقى في كلمة التوحيد ما بظهرش الا فعلا كلمة التوحيد. طب ده لسه ما اتشالش وده لسه ما اتشالش، يبقى هنشيل عن طريق ضغط على النقطة السوداء ديت ونيجي عند كلمة فورمات ونشيل الكلمتين دول تحت كلمة احفظوها بقى. تمام كده، تمام. طيب ازاي اللي احنا نوسطن الكلام ده؟ وسطن الكلام ده ما فيش اي مشاكل اهو، وندخن وايه ونكبر. وهنا هنيجي عند هنخليها في النص عن طريق لما حضرتك هنختار عند فورمات ونختار هنا صفر علامة تلاتة زي ما انت شايفين، او خليها اربعة. طيب يبقى احنا كده كلمة التوحيد توحيد. طب احنا لو كده كتبنا شركة النور، النور تلقائي هتكتب شركة النور. طيب انا عايز اشيل السواد ده عن طريق كليك اليمين على الكلمة اللي في النص ديت اللي احنا هنتكلم عليها، ونختار عند كلمة داتا هنخلي ليها يس او دي نو، او الاول نو ودي يس. يبقى اصبح انت كده لما تضغط على دي ما تقدرش تتحكم فيها خالص ولا تقدر تظهر اي حاجة. طب احنا عايزين نغير الفونت، الفونت سهل جدا، هنقف عليها برضك كليك على الكلمة دي برضك هنقف عليها ونختار الفونت بتاعها بطريقة سهلة جدا. هو ده عند كلمة فورمات نختار الفورم اللي انت عايزه، الفورم اللي انت عايزه. يعني انا شايف ده لذيذ شوية. ما علينا، يبقى احنا كده غيرنا، عرفنا ازاي بنغير الفورم، وبنعرف ازاي نغير الخلفية اللي هي الموجودة ديت. يبقى كده كده كل كلمة بنكتبها هنا شركة نور، شركة الاتحاد، الاتحاد بينزل بالفورم بتاعها اهو.